انت السين راح سيان؟ لا سيان. اخوان صبروا معنا شويه، السين بدا سيان. انتما نمشيو غادي نتحقوا الان، غادي نصوروا لكم الضيعات نتاع الفلاحين، وراهم كيرحلوا الحوايج ديالهم. راه هاد الشيء بغينا نوصلوه للمغاربه، هاد اللايف هذا راه خصو يوصل الرساله، خصها تصل ساكنه في جيج، يعني تستغيث وتنادي وبغات تعبر على الراي ديالها. انتما ها كتشوفوا صاحب ضيعه كيرحل الحوايج ديالو. انتما ها الماتريال، راه هاد الشيء ماشي زعما، لا نتحدث من فراغ، لا نتحدث من فراغ. ها انتما ها هاد اللساس هذا صافي مشى مشى. ها انتما ها انتما التريبورتور الجاوج كي يحول اغراض. انتما ها انتما هذا صاحب ضيعه اخرى لكم. انتما ها الاخوان ها انتما الاساس، الاساس غادي يبقى هنايا. هذه ضيعة احد الفلاحين، الاسم ديالها سي الملك عبو مصطفى. هذه ضيعة او ارض عبو مصطفى، سندخل اليها الان باش تشوفوا عاوتاني هو الغرس ديالو، ونقربوا الصورة اكثر للمواطن المغربي. انتما بسم الله على بركة الله، انتما الفول تبارك الله، هالفلاحة ديالو، هانتوما الإخوان، ها هالإنتاج، ها هالفول تبارك الله. هذا من السيمانة غادي يبس. هانتوما، ها الفول تبارك الله، النخل، هذا عنده هنا أزيد من 800 نخلة. السي عبد المالك كيقول هاد الفلاح عنده أزيد من 800 نخلة، 800 نخلة. هانتوما ها الفصة ما عنده ما يدير، راه يحشها باش يديها، هو العامل ديالو. السلام عليكم، الله يعاون، الله يحفظكم. يعني شوف هذا قلع لي بلاك ديالو غير الصباح، راه قلع لي بلاك ديالو، ها هما ديال الطاقة الشمسية، كانوا الفوق البيت. هانتوما ها النخل ديالو، ها بارطاجيو الاخوان، بارطاجيو، الله يجازيكم بخير. وصلوا هذا النداء، وصلوا يا حكومة الجزائر، يعني خص، يعني خصك تشوفي حل مع هاد الناس هادو. ماشي سهل انهم يخرجوا من هنا، يعني فارغي الايدي، راه صعب، صعب جدا صعب، راه مشكلة، مشكلة هاد الأمر حقيقة. راه وعندنا ما غادي نقولو دروك، حتى حنا يعني كنحسو بهاد الآلام ديالهم، كتضامنوا معاهم، وراه اتصلوا بنا يعني باش يوصلوا عاود الرسالة. البارح درنا لايف من ضيعة السي عبد الملك بوبكري، الآن ضيعة أخرى كما ذكرنا الاسم ديالو، ها هو النخل ديالو عبو مصطفى، حتى هو شحال حنا نجيبو نتمشاو في النخل. نعتذر عن الاخوان، راه التعليقات ما غاديش نقدر يعني نقراهم كاملين ولا نجاوب، ربما نقدر هكا في كومونتير نقدر واحد راه يقول لك هادشي كذوب. يا اخي الا كذوب هادشي هذا، روح تشوف بعينيك.
قول له الا كذوب ان شاء الله نهار 18 اجي يدخل. واه قول له نهار 18. نهار 18 يا اخي الا كنت انت مغربي في هذا الكومونتير ديالك ارواح مرحبا، الا كنت جزائري راه بطبيعه الحال غادي تقول كذوب، لان الجزائريين سيدافعون عن جزائرهم، هذا ليس فيه نقاش. انتم ها شوفوا الزيتون تبارك الله، ها الزيتون راه حنا غادي ننقل لكم الوقائع كما هي. الى مغربي في اي مدينه راه كاين قول له يجي مرحبا به عندي، وكان باتو ياكل ويشرب، ونهار 18 ان شاء الله يجي لهنا غادي نوريه ويدخل. السي عبد الملك كيقول لكم اللي راه يقول هذا الشيء كذب من المغاربه يجي مرحبا به ياكل ويشرب وينعس نهار 18 في الشهر يجي الى قدر يدخل هنا، يعني راه غادي يشوف الحقائق كما كنقولوا، واش غادي يدخل ولا غادي يبقى. هانتوما السي بن عبو هو السي بن عبو هذا صاحب الضيعه. السلام عليكم السي عبو مصطفى، راه حنا دايرين واحد اللايف مباشره للمغاربه باش نوصلوا الحقيقه ديال هذا الشيء اللي راكو عايشين فيه، هاد النازله حنا كنقول لها نازله، يعني نتاسف لهذا الوضع، كنتاسفوا بزاف، يعني مجهودات نتاع سنين طويله ستذهب في عشية وضحاها. غادي نعطيك الكلمة، غادي توصل حتى النداء ديالك لصاحب الجلالة والحكومة والمغاربة، وتفضل مشكورة وسمع شوية الله يجازيك بخير. حنا صحاب الضيعة، حنا راحنا خدامين.